أعزائنا المشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليمن تاريخ وصور. عدنا إليكم من جديد وفي جعبتنا الكثير من الوثائق والأفلام والصور الوثائقية التي تحتي هذا التاريخ. اليوم سأستعرض معكم اليمن في عهد الإمام يحيى، أو اليمن سنة 1937 ميلادي بعدسة الفرنسي، وأيضا الصور التي وثقت في هذه الفترة منذ استلام الإمام يحيى للحكم. الإمام يحيى حميد الدين استلم الحكم من الأتراك في عام 1918 رسميا، واستلم اليمن ورفع أول علم للمملكة المتوكلية اليمنية سنة 1918، واستلم بقية مخلفات الأتراك، وكانت أول بعثة تصور الفيلم السينمائي هي كما شرحنا في الحلقات السابقة البعثة السوفيتية الذي صورت اليمن وكان لها الأسبقية. أما بالنسبة للتاريخ اليمن المصور في هذه الفترة فهي كثيرة جدا الصور، بداية من العهد العثماني إلى حكم الإمام أحمد حميد الدين الذي الإمام يحيى حكم من عام 1918 إلى 1948. نذهب نستعرض صور الماضي الجميل، وهذه كما نشاهد في هذه الصورة بعضا من المباني الذي استلمها الإمام يحيى حميد الدين، وكان المكلف باستلامها هو القاضي الجلافي. نشاهد هذا المبنى، هو مبنى العرضي الذي بنوه الأتراك، هذه من أقدم الصور التي توضح مبنى العرضي. العرضي هي كلمة تركية معناها أردو، أي مجمع الجند. تم بناء هذا المبنى بالإسطاء أو المهندس المعماري الشهير قصعة، الذي منحه الأتراك لقب قصعة باشا عندما بنى هذا المبنى، وبنى أيضا الطبشية بما تسمى المدفعية، وهذه صورة الطبشية الذي نشاهدها الآن موقعها حاليا في باب اليمن في الطريق النافذة إلى بداية شارع تعز الذي أمام القسم. وهذا الأرضي وهو مكون من هذه المباني الذي نشاهدها، وهذه أيضا صور أخرى للأرضي كالذي نشاهد كيف كان الأرضي واستلمها الإمام منهم واستمر كما هو موقع للدفاع. فتكون الإمام يحيى كون الجيش اليمني، كان مقسم إلى ثلاث جهات: الجيش المظفر كما نشاهد في هذه الصورة، الجيش المظفر، والجيش الدفاعي، والجيش البراني. هذه الجيوش التي كانت يعني شبه بدائية، فبدأ التسليح وبدأ الإمام استعان بالأتراك كما نشاهد في هذه الصورة لحسن تحسين باشا الذي كان مدرب الجيش، لأن الإمام يحيى استمر في تدريب الجيش وأيضا في استعان ببقية الأتراك منهم كما نشاهد في هذه الصورة للقاضي محمد راغب بيك. هذا القاضي محمد راغب بيك الذي نشاهده وهو بالعمامة، وأيضا الصورة الأخرى وهو ممصدي الخيل، عين وزير الخارجية في بداية في عام 1922 ميلادي استعان به الإمام يحيى، وكان يعمل متصرف أيام الدولة العثمانية على تهامة أو ما يسمى قائم المقام. فالقاضي راغب هو الذي أبرم الاتفاقيات التي عقدت، ومنها نشاهدها في هذا الفيلم الوثائقي الفرنسي الذي صوروه الفرنسيين في سنة 1937. نشاهد هذا الفيلم الوثائقي، نذهب في رحلة لنستعرض معكم الفيلم الذي يتكلم كيف كانت اليمن، وهو أول فيلم يعالج بالألوان جربوها الفرنسيين سنة 1937. وضح صنعاء والحديدة في هذه اللقطات.
نشاهد كيف تم استقباء الوفد الفرنسي الذي أتى إلى صنعاء لمقابلة الإمام، والإمام يحيى كما تعلمون هو منع التصويت لشخصه لذاته، فكانوا كل الرحالات لا أحد استطاع أن يصوره إلا واحد فرنسي صورها في هذه اللقطة الذي نشاهد هذه الصورة للإمام يحيى حميد الدين وهو بالعربة. هذه الصور التي نشاهدها الآن هي للإمام يحيى حميد الدين، وهي من الصور النادرة جدا من إرشيف الرحالة أو الدكتور زكي كرام الذي سموا السلاح الجرمل باسمه. كان الإمام يحيى حميد الدين يخرج كل جمعة من منزله الذي هو الآن المتحف الوطني اللي وسط التحرير، ونشاهد أيضا هذه اللقطات للمتحف الوطني وسيارة الإمام وعربة الإمام. هذه السيارة الفرد نلاحظ أمام دار السعادة، ماذا كما نشاهد في هذه اللقطة كما هو نفس البوابة، نفس الجدار حقه، نفس ما تغير في شيء. الناس كانوا يعني يشوفوا حاجة غريبة عندما يأتي هذا الأجنبي كما نشاهده. هذا هو الأجنبي، شوفوا في هذه اللقطة لو تتأملوا لها وهو فين، هنا باب اليمن، شوفوا كيف كان شارع تعز فاضي في هذا اللقطة. الآن دخل من باب اليمن، شوفوا إيش بيخرج، خرج تصريح من الإمام حول الحراسة. صنعاء كما تعلمون 7 أبواب لها، في كل باب نوبة، كلها كانت سوري. صنعاء القديمة سور كامل، وبير العزب سور، كانت مسورة محاضة من عهد الملكة أروى وما قبلها إلى عهد فروة بن مسيك، فكان يتجدد هذا السور. فدخل من باب اليمن وبصحبته، وهذا نشاهد أيضا الذي بل الخير وهو معه، هذا مرافق وفي نفس الوقت عين عليه كما نشاهد. وهذه من اللقطات النادرة. أيضا نستعرض سيارة الإمام، السيارة الفرد الذي قتل فيها في سنة 48. هذه السيارة الذي كان الإمام يحيى هو معروف أنه كان حريص إلى حد البه، فكان يستخدم أكثر تنكلات وكل شيء بالعربة الذي تجرها الخيول، وما زالت العربة موجودة في المتحف الحربي وفي العربة الثانية المكشوفة أيضا، بس ليست مكشوفة، كان يعني تتغطى يتعطف حقها كما في هذه الصورة. وأيضا هذا دار السعادة، لكن لو تتأملوا النافذة أو الطاقة بل عمي صنعني، شوفوا يطل منها من هم موجودين، هذا هو الإمام يحيى كما هو، وحقه الحاشية والوزراء كعادته. استمر من 1918 إلى 48. شاهدنا بعض الصور المتفرقة في بشكل سريع عن دولة الإمام يحيى حميد الدين. كان رئيس وزراءه القاضي عبد الله ابن حسين العمري، وما كان يسموه البعثات بالوزير الأعظم أو الوزير الأول. فاستمر هو في تكوين الدولة إلى أن حصل ثورة الدستور أو ثورة عبد الله الوزير سنة 48. في هذه الصورة نشاهد أيضا القاضي عبد الله العمري، وهي الصورة النادرة جدا، عندما قابل حكيموف الموفد السوفيتي، وهو الذي لابس حكيموف نشاهده هو الذي لابس الطربوش، والقاضي عبد الله يتوسطهم، وعلى يمينه القاضي راغب بيك الذي تكلمنا عنه التركي الذي عاش في اليمن وكان حقه البيت أو المنزل. هذا هو بيت القاضي راغب بيك، شوفوا كما هو، ما زال كما هو. أين موقعه حاليا؟ في ميدان التحرير، وانت ماشي إلى مجلس النواب الذي فعلوا للثقافة. كان هذا البيت للوالي قبل ما يحكم الإمام يحيى، كان الوالي العثماني حقه السكن، لأنه كان مركز الدولة كما نشاهد في هذه الصورة. فين هذه الصورة الذي تلاحظوا وتتأملوا لها؟ هذه في ميدان البكيرية أو ما يسمى حارة الميدان. كانت من هذا المكان العثمانيين اتخذوها مركز للحكم، وتوجد أيضا صور كثيرة لها.
ونستعرض معكم أيضا لقطة ثانية لحارس الميدان مركز الدولة العثمانية. من هنا كانوا يحكموا اليمن طبعا في الدخول الأول وفي الدخول الثاني. وهذا البيت الذي أيضا هذا اللقطة الثانية نشوف معالمه ما زالت كما هو ما عدا البئر هذا الذي نشاهدها، لأنه حي بير العزب كما هو معروف من زمان، هو من أرقاء الأحياء الذي تم استحداثه في القرن 14 وبنوها اليمنيين. وهنا نصحح لكم المعلومات، ليس من الأتراك الذي بنوا هذا الحي. والآن استعرض معكم ميدان شرارة وغرقة شرارة وما كان يسمى بميدان شرارة الذي الآن حاليا ميدان التحرير. هذا هو، شوفوا هذه أقدم الصور الذي نشاهدها الآن الذي نستعرضها معكم لميدان شرارة وباب شرارة. الآن نسلط الضوء إلى الغيول، نشاهد في هذه اللقطة للفيلم الوثائقي 1937 الحي كامل الذي يبدأ من عند جامع قبة الإمام المتوكل أو ما يسمى قبة المتوكل التي بناها الإمام يحيى. نشاهد في هذه الصورة جامع قبة المتوكل وهي من أقدم الصور. شوفوا كيف كان الشارع وهذا الجمل كأن احنا في العهد الأول. أيضا نستعرض هذه الصورة الثانية لنفس المكان. في هذا المكان بالضبط نتوقف عند هذه الصورة، نشاهد في هذه الصورة النساء وهن بالستارة. الستارة هي الصنعانية وكان في اليمن كلها يرتدين الستارة والمصون الرداعي. عندما أتوا الأتراك هم من أدخلوا الشرشف. الشرشف هو أتى من تركيا، يعني هو دخيل على اللبس اليمني. نستعرض معكم أيضا لقطة نادرة جدا للفيديو السوفيتي لنفس المكان، الغيل الأسود والفتحة. هذا الفيديو صوروه بعد الثورة مباشرة، وهو من المواد النادرة الجميلة التي كأن إحنا نعيش في نفس العصر. نشاهد الغيل الأسود، شوفوا في هذا اللقطة النساء وهن يختلفن الماء، فيبدو أنه قال لهم ووعظاهم حتى قرص أو كأس. كمان نشاهد نقاوة الماء، شوفوا كيف هذا الوجبة وهم يشربوا منه. هذا هو الغيل الأسود، كان يجي الغيل الأسود من النهدين ومن الجرداء منبعه. وأيضا كان يوجد غيل ثاني في صنعاء الذي هو غيل آلاف وغيل البرمكي وغيل مصطفى و12 غيل، لكن الغيل الأسود هو الذي نال الصور واللقطات الكثيرة التي توضح كيف كان، يعني كانت مجرى مجاري. كما نشاهد في هذه اللقطة، شوفوا هذه اللقطة، نرجع الآن إلى المجرى حق الغيل. شوفوا كيف الغيل، هذا هو كالمجرى، كان يمشي من حي الصافية إلى هذا المكان. هذا المكان أنتم عارفين فين، هذا المكان الذي نشوفه الآن ونشاهد فيها الرجال بيخلط الملابس ويصبنها. كان هذا المنطقة كلها تسمى المصبانة، أين موقعها حاليا؟ في التحرير وراء التوجيه المعنوي. هذا المكان الإمارة، هذا اللي كانت حق الأوقاف هذا تسمى كان بستان المهدي. ونشاهد هذا اللقطات النادرة للمصبانة. في هذه اللقطات التي تمر الآن، هذا شوفوا هذا حي القاع،
فكان أكثر المصورين والرحالات وهم أفواج الجزائر واليمن ما يبدؤون لا بهذا الحي، حي يهود القاع، قاع صنعاء، كان يسمى بقاع صنعاء لأنه صنعاء فسيحة، فكان يسمى قاع صنعاء مثل ما نقول قاع جهران، قاع البون، قاع عانس. فكان هذا هو الحي. نشاهد هذه اللقطات للفيديو 1937 للحي اليهودي كما نتأمل وهم يشتغلون. بهذا نصل إلى نهاية حلقتنا أعزائنا المشاهدين في اليمن تاريخ وصور. شفتوا اليمن تاريخ وصور سنة 37. نلقاكم في حلقة جديدة، وما زال هناك الكثير والكثير من الفيديوهات والصور لليمن بشكل عام، شمال وجنوب، شرق وغرب، سياسية ورياضية، أدبية وفكرية، صحف، مجلات. نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج اليمن تاريخ وصور. دمتم في رعاية الله.